السلام عليكم معكم وان آه، انا كنت واجد هنا في مدينه اكادير كان الكليب ديال الـ 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 الاغنيه اللي سميتها آه، وان وورلد غتكون في الوورلد كاب معناها الـ الـ الكاس العالم هذا ديال اللي ماجي من دابا شهرين ان شاء الله شهر شهر باقي له آه، مع بين سبورتس وان شاء الله كنتمنى تعجبكم الاغنيه والتواجد ديالي هنا في اكادير لان ديجا انا, أنا في أه فيلمت الكليب في موسكو لان لا كوب دي مون تما والفكره ديال المغرب ما دخلتوش في في, في البلاتفورم اللي هي كبيره بين سبورتس وعالميه قلت لازم ندخل المغرب بأي وجه كان فلهذا اقترحت الفكره هذه وجات مزيانه بزاف الناس عجباتهم وانا كنت ديجا صورت الكليب ديال بوم بوم في المغرب واللي عطات واحد النتيجه جميله ان بزاف الناس بيرسونالي زعما من الناحيه ديالي جاو عندي وقالوا لي راه ما عمرنا كنا كنظن المغرب زوين حتى لهذ الدرجه هذه والحمد لله هذه كتفرح وبنات مدينه هذا بزاف المدن اللي صورت فيهم وكان كان عليا باش كنت غنصور في اكادير وما دركناش صورنا تطوان شفشاون مراكش الرباط وبزاف المواد واحد اخرين وما كتبش نصور في اكادير وهذه كانت هي الفرصه الملائمه باش نصور فيها في صور في اكادير والحمد لله انا هنا و... وداك الشيء ماشي مزيان باذن الله يكون يعجبكم ان شاء الله الاغنيه آآ. هي ريد وان بريزنت بحال كان بريزونتي واحد دو ارتيست اللي هو واحد بنت ادلينا اللي هي ساكنه في لندن واحد الجروب واحد اخر اللي سميتو ناو يونايتد ناو يونايتد هو واحد الجروب اللي هو يونيك ما كاينش بحالو لان اول مره في التاريخ كيتعمل جروب بحال هكذا اللي اللي عن... كتكون 14 عنصر دراري ولاد وبنات 14 وكل واحد من دوله هل من كوريا uh, هل من تشاينا هل من جابون هل من امريكا مكسيكو برازيل فينلاند المانيا المهم عندنا في افريقيا عندنا كينيا السنغال السنغال سينيغال المهم آه هم 14 واحد واللي هادي كل واحد اجناس وديانات مختلفه وهذي ولكن اللي آه اللي جروب واحد مع بعضهم متفاهمين على واحد آه فكره هي السلام و و لاف معناها ينشر الحب و التعامل العالمي اللي ما فيهش حتى آه آه شي مشاكل والحمد لله كنشوفوا غير مع بعضهم دري كلشي نشاط كلشي فرحان وجروب آه ان شاء الله يكون كبير اللي هو ان شاء الله نشوفوا كيفاش ندخلوا شي مغربي معاهم شي عنصر واحد اخر مغربي هذه فكرتي تاعي هضرنا عليها والجروب هذا اللي يكون هو واحد ليجند اللي سميتو سايمون فولر اللي هو البارتنر ديالي في هذا الجروب هذا اللي دخلني معاه في في هذا البروجي هذا وعجبني هذا البروجي هذاك الشيء هذاك هو الموسيقى ديالي هذه هي الشخصيه ديالي هو نوحدوا العالم يكون فهمتي السلم والسلام آه فلهذا قلت له اوكي وعملت مع هذا البروجي هذا وكان انا مأكد بان العالم غادي يعجبوا هذا الجروب هذا لان كيمثل آه كما قلت السلام في العالم وإن آه شاء الله قريبا تسمعوهم ويعجبكم آه ان شاء الله معكم ريد وان آه رمضان مبارك الله يدخل علينا بالصحه والعافيه ومغفره الذنوب والله يدخل عليكم بالخير